السلام عليكم. ولد الشيخ في مؤتمره الصحفي قبل لحظات أعلن موعدا لوقف إطلاق النار في 10 أبريل، وأفصح عن النقاط 5 التي سيتم التفاوض حولها في الكويت: الانسحاب، تسليم السلاح، استعادة مؤسسات الدولة، العملية السياسية والدستور، لجنة المختطفين والأسرى. وأضاف ولد الشيخ أن الركائز الأساسية للمفاوضات 3: المبادرة الخليجية، مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وأخيرا القرار الأممي 2216. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، وفي وقت سابق من هذا اليوم، كان الرئيس هادي قد تحدث عن ما أبلغه ولد الشيخ بقبول تحالف الانقلاب بتنفيذ القرار الأممي من خلال اجتماعه بسفراء الدول 18. وكان ضمن أبرز ما جاء في لقاء الرئيس هادي بسفراء الدول 18 في مقر إقامته في الرياض تأكيده أن عقلية الانقلابيين لا تريد إلا الخراب لهذا الوطن. اللقاء الذي تخللته أحاديث ونقاشات أشار لحصار تعز وجرائم الانقلابيين، وأكد على ضرورة استئناف العملية السياسية ومسودة الدستور. حول ما دار في لقاء الرئيس هادي بسفراء الدول 18 وكذا ما دار في المؤتمر الصحفي للمبعوث الأممي ولد الشيخ أحمد، ستكون حلقة المساء اليمني لهذا اليوم. نبدأ النقاش بعد متابعة هذا المقطع المسجل من المؤتمر الصحفي للمبعوث الأممي. بعد تشاورات مع الرئيس هادي ومع المسؤولين اليمنيين في الرياض ومع بعثة أنصار الله وأعضاء المؤتمر العام في صنعاء، فأنا مسرور اليوم بأن أقول بأن أطراف النزاع قد اتفقت على وقف إطلاق النار وأن يبدأ منتصف الليل في 10 أبريل، وبالإضافة أيضا إلى عقد جولة أخرى من المفاوضات والتي ستحدث في 18 أبريل في الكويت. وأنا ممتن جدا لسمو الشيخ أمير الكويت صباح الأحمد الصباح لاستضافته هذه الجولة الجديدة من المفاوضات، التي طبعا تستهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل يكون عبر حوار سياسي بناء على قرار مجلس الأمن 2216 وكل القرارات الأممية المتعلقة، وحتى تكون هناك آلية لعودة مسار انتقالي طبيعي بناء على مبادرة منظمة التعاون الخليجي أو مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني، وكل هذا سيعمل حتى يتحقق وقف إطلاق النار. وشخصيات كبيرة يمنية ستتعاون مع اللجنة التي سأنشئها لتعلمنا عن أي خروقات لوقف إطلاق النار، وسنركز على 5 أمور مهمة، وهي انسحاب الميليشيات وتسليم الأسلحة الثقيلة إلى الدولة، ويكون هناك مرحلة انتقالية، ورابعا إعادة مؤسسات الدولة، وطبعا استمرار مواصلة الحوار السياسي، بالإضافة إلى في النقطة الخامسة هي إنشاء لجنة للأسرى والمعتقلين. إذن بهذا مشاهدينا الكرام تابعنا هذه اللقطات. بداية أرحب بضيفي في هذه الحلقة المحلل السياسي وناشط الحقوقي من نيويورك عبر السكايب الأستاذ إبراهيم القاطبي. مساء الخير أستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم. المؤتمر الصحفي لولد الشيخ أفصح عن موعد لوقف إطلاق النار بين الأطراف في اليمن في 10 أبريل، وكذلك عن بدء مفاوضات في الكويت في 18 أبريل بعد حوالي أسبوع. كيف تقرأ هذا المؤتمر الصحفي بشكل عام؟ المؤتمر فيه كثير من الإيجابيات، وهي العودة إلى الحوار، وأيضا الحوار الذي يطالب به الشعب اليمني. النقاط كانت صريحة وواضحة من حيث أول الركائز التي يرتكز عليها الحوار هو انسحاب الميليشيات من المدن، وأيضا تسليم السلاح، وهذا هو المطلب الرئيسي الذي كان يطالب به اليمنيون منذ الحوار الوطني ومنذ الثورة السلمية الشعبية، وهو تسليم الميليشيات للسلاح، والتي أيضا السلاح الذي قاد إلى الحرب التي نحن فيها الآن، وأيضا العودة إلى مخرجات الحوار الوطني. يبدو أن هناك لن يتحدثوا عن المحاكمات وعن المتسببين عن الحرب، لكن نقول في طبيعة الحال بأن ما تحدث به ولد الشيخ
شيء طيب وإيجابي، ولكن الأهم في ذلك هو تطبيقه على أرض الواقع. نحن نعرف جيدا أن الميليشيات الإنقلابية ممثلة بالحوثيين وصالح دائما ما توافق على القرارات الأممية، ودائما ما توافق على الحوارات، ودائما ما تنقلب عليها. ما هي الضمانات الآن؟ هذا هي المشكلة. هو في هذه النقطة تحديدا أستاذ إبراهيم تحدث عن التزام من الأطراف كضمان، يعني لا يوجد أي ضمانات أخرى سوى التزام هذه الأطراف بما سيتفق عليه، هل يكفي ذلك برأيك؟ لا يكفي ذلك. ولد الشيخ سئل في المؤتمر الصحفي من قبل أحد الصحفيين أن تتكلم، سأله أحد الصحفيين بأنك تكلمت عن ضمانات حتى في الحوار السابق ولم يأتي أي ضمانات، وإنما حصل ما حصل في السابق. الكلام ما زال كلام، لم يعني سننتظر الأيام والأسابيع القادمة لنرى مدى جدية الإنقلابيين الذين انقلبوا على اليمن وعلى الحكومة في تطبيق هذه الركائز التي ذكرها ولد الشيخ. أنا في وجهة نظري المسألة معقدة، لكن السؤال الأهم ما هي الضمانات؟ وكما يقال الشيطان يكمل في التفاصيل، مقابل ماذا تنازل الحوثيين ورضوا بتطبيق القرار الأممي ومخرجات الحوار الوطني وكل الركائز التي تتحدث عنها؟ نحن نعرف الحوثيين وصالح كانوا يريدون الانقلاب على السلطة والوصول إلى السلطة، صادروا كل مؤسسات الدولة، الجيش الوطني، السلاح، دخلوا في حرب كوارثية في جميع المحافظات اليمنية، قتلوا اليمنيين، وفي الأخير بهذه السهولة سينسحبوا من المحافظات ويسلمون السلاح. هناك تفاصيل ربما لا نعرفها جميعا. طيب حول هذه التفاصيل أستاذ إبراهيم دعني أنقل هذه النقطة الاستفهامية إلى الدكتور عبد الله العليمي نائب مدير مكتب الرئاسة. سيد عبد الله، إذا ما تحدثنا عن أن ولد الشيخ تحدث في النقاط الخمس التي سيتم التفاوض حولها، في مقدمتها كان استعادة مؤسسات الدولة وتسليم الأسلحة، هناك أيضا الانسحاب والتركيز على العملية السياسية والدستور وكذلك لجنة المختطفين والأسرى. يعني هناك نقاط استفهام حول وجود تفاهمات أخرى خارج الطاولة لم يذكرها ولد الشيخ، ما هو يعني ما هي هذه النقاط برأيك؟ سيد عبد الله، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد عبد الله العليمي. أعود إلى أستاذ إبراهيم القاطبي. إذا ما تحدثنا أستاذ إبراهيم عن أن هناك خمس نقاط سيتم يعني التفاوض حولها في مفاوضات المرتقبة في الكويت هذه المرة، برأيك هل يعني تمثل هذه نقاط خلافية أو نقاط لربما تفضي فعلا إلى حل سياسي ينفذ على الأرض؟ المسألة كما ذكرت، النقاط التي وردت في حديث ولد الشيخ هي مهمة جدا، وهي ما يطالب به اليمنيين، وهي ما توافق عليه في مخرجات الحوار الوطني، وهي يعني تنفيذ قرارات مجلس الشرعية الدولية، مجلس الأمن والشرعية الدولية. الأهم في ذلك أنه هناك شكوك حول هذا الموضوع، لأنه مقابل ما كما ذكرت سابقا، مقابل ما تنازل الحوثيين وصالح، الحديث الآخر لم يتطرقوا عن مصير المجرم المخلوع علي عبد الله صالح من قاد الحرب هذه القذرة في اليمن، مصير الحوثي، ما مصيرهم في السلطة القادمة، لماذا وافقوا الآن على تطبيق مخرجات الحوار الوطني والأقاليم، مقابل ماذا كل هذا؟ يعني هناك المشكلة الحقيقية. سئل أيضا ولد الشيخ عن المحاكمات والمحاسبة، قض النظر عن هذا السؤال بمعنى الكلمة. أنا في وجهة نظري بكل هذا الجميل، إذا وصلنا إلى هذا التوافق وتم تنفيذ قرار مجلس الأمم المتحدة وأيضا الارتكاز هذا وانسحاب الميليشيات من المدن وتسليم سلاحها، أعتقد أنها ستكون بادرة قوية والاتجاه في الاتجاه الصحيح. لكن أنا في وجهة نظري هناك شكوك كثيرة حول هذا الأمر، يجب الإيضاح الحكومة توضح لنا عن التفاصيل. وأيضا الآن هناك انكسارات، يعني في الناحية المقابلة هناك من يقول أن هناك فعلا انكسارات للميليشيا على الأرض وأنها يعني تحاول الخروج بما تبقى لها أو بما الوجه، هل يعني هذا
الطرح مطمئن إلى حد ما أستاذ إبراهيم؟ جزء منه نحن ندرك جيدا، والكل يعرف أن كثير من أسلحة الميليشيات والمخلوع صالح قد تم تدميرها، كثير من المدن قد تحررت، لكن في نفس الوقت هناك شكوك. يعني كما تعرف تعز تحرر جزء منها، والآن الميليشيات تحاول يعني تدعم الجبهات. هذه ليست بادرة حسنية وليست بادرة بناء ثقة عندما يضرب الآن المدنيين في تعز من جديد، عندما يحاصرون من جديد، لا يدل على بادرة الثقة. ربما من هذه الناحية يود الانقلابيون تحسين يعني وضعهم التفاوضي، لكن بكل معنى الكلمة الناس والعالم كله يدرك أن الميليشيات لن تحكم اليمن لا في الحاضر ولا في المستقبل. نعم أستاذ إبراهيم. طيب انطلاقا من هذه النقاط دعني أعود إلى نائب مدير مكتب الرئاسة دكتور عبد الله العليمي. سيد عبد الله مساء الخير بداية حتى نتأكد أن الاتصال الآن جيد. مرحبا مساء النعيم. نعم. أهلا بكم. إذا ما تحدثنا عن أن هناك يعني الكثير من النقاط التي طرحها ولد الشيخ، خمسة أساسية: الانسحاب وتسليم السلاح واستعادة مؤسسات الدولة والعملية السياسية والدستور ولجنة المختطفين والأسرى. هذه النقاط تبدو على الأرض نقاط جيدة ويجدر التفاؤل حولها، لكن من خلال رؤيتنا ومراقبة يعني المشاهدين للمشهد السياسي اليمني، هناك خلل في آلية تنفيذ الحوثيين وفهمهم لهذه النقاط على الأرض. أنتم في الحكومة أو في الرئاسة كيف تنظرون لهذه النقاط كمحاور للمفاوضات القادمة في الكويت؟ نحن في الحقيقة أولا هذه النقاط ليست جديدة، هي نقاط ذكرت في قرار مجلس الأمن 2006. نحن ننظر إلى المشاورات القادمة بأنها امتداد للمشاورات السابقة وتأتيه قرار التنفيذ الفعلي والحقيقي لاستحقاقات قرار مجلس الأمن. أي خروج عن هذه الاستحقاقات لن يتم. نحن نعرف أننا أمام جماعات انقلابية لا تفي بكثير من التزاماتها. نحن أمام هذه الحقيقة نبذل جهد حقيقي وجاد من طرف الحكومة بأن نكون أكثر وضوحاً وأكثر جدية في أن يتم تنفيذ كامل الاستحقاقات، ومنها الانسحاب وتسليم السلاح وتسليم مؤسسات الدولة، وقبل ذلك الإجراءات بناء الثقة المتعلقة بالإخراج عن الأسرى والمعتقلين وإيجاد ممرات إنسانية آمنة ورفع الحصار. هو يعني السيد عبد الله هو تحدث ولد الشيخ على أن يعني وأشار إلى نقطة مهمة، إلى أن هذه الفرصة تعد الفرصة الأخيرة، وهناك يعني من لمس أن ولد الشيخ جاد في هذه المفاوضات وهناك احتمال أن لا تكون هناك مفاوضات أخرى. يعني كيف يمكن قراءة ذلك؟ في الحقيقة نحن لا نريد أن تكون المفاوضات من أجل المفاوضات، نحن نسعى لأن يكون هناك مشاورات جادة لإيجاد حل واضح يستند إلى تنفيذ القرار. إذا لم يتم تنفيذ القرار فمعنى أنه ليس هناك من خيار أمام الحل السياسي. نحن نؤكد تماما والمبعوث يؤكد تماما أن الفرصة الآن باتت أكثر من أي وقت مضى مهيئة لأن أن يجنح الإنقلابيون إلى استحقاقات القرار، وأن يجنح الإنقلابيون إلى رغبة الشعب اليمني في مغادرة هذا الوضع. لكن مع هذا وللأسف الشديد أنه المؤشرات على الأرض لا تعطي دلائل واضحة على أنهم جادين. نحن سنتعاطى بكل إيجابية وننتظر خلال هذه الفترة ما قبل المشاورات أن يعطوا وأن يبرهنوا دلائل على جديتهم في المشاورات. رغم سوء ما يحصل على الأرض، هناك الآن عودة للحصار على الصعيد، هناك الآن بعض المؤشرات التي لا تعطي رسائل إيجابية. نحن نأمل أن يمارس المجتمع الدولي مزيدا من الضغط على تلك الجماعة حتى تظهر بوادر حسنية. لازلنا ننتظر خلال هذه الفترة أن يطبقوا ما تم الاتفاق عليه سابقا من إجراءات بناء الثقة. نحن نأمل خلال هذه الفترة أن يتم الإفراج عن المعتقلين، أن يتم فتح ممرات إنسانية ورفع الحصار. أرجو أن تتفضل معنا سيد عبد الله بأن تبقى معنا قليلا. أعود إلى الأستاذ إبراهيم القاطبي. أستاذ إبراهيم، يعني هناك ما يشبه الرهان على هذه المفاوضات وتأكيد من قبل ولد الشيخ، أو هكذا كان يبدو خلال حديثي، يعني أن هذه المفاوضات ستكون الفرصة الأخيرة. من وجهة نظرك هل يعني ذلك سيدفع بالمفاوضات نحو النجاح أكثر؟
أنا أعتقد أنه ما يدفع المفاوضات نحو النجاح أكثر هو ما يجري على الأرض، وهو تقدم الجيش الوطني والمقاومة. إذا لم تعد المعادلة العسكرية هنا هي مربط الفرس في وجهة نظري. الحوثيين لم يأتوا إلى الرياض لاستجداء السعوديين، ولم يحافظوا على الوضع الأمني في الحدود اليمنية السعودية، ولن يجروا إلى يعني الكويت إلا لأن المعادلة العسكرية بدأت تتغير بشكل كبير، وستتغير نحو الأفضل من ناحية الناحية الشرعية والقوى الوطنية والمقاومة. هم يدركون ذلك تماما. ربما يحدث نوع من التغيير على الأرض، ربما يحدث نوع من تنفيذ بعض النقاط فيما ذكره ولد الشيخ، لكن نحن هناك تاريخ كبير للحوثيين من المغالطات. طيب مفاوضات الحوثيين مع السعودية إن صح التعبير، وهي يعني ركزت الطرف السعودي على أنها كانت مع قبائل وليست مع الحوثيين بشكل مباشر، لكن ألا يدفع ذلك إلى الظن أنهم يعني سيحاولون الذهاب إلى الحل السياسي كمهرب؟ طبعا هناك بالنسبة للحوثيين وبقايا المؤتمر المنضمين إلى المخلوع صالح يدركون تماما أنه يجب على الحفاظ على ما تبقى من ماء الوجه لهم، لأنهم في الأخير سوف يرحلون، وفي الأخير لن يبقوا جزء من الحل السياسي في اليمن، فلذلك يريدون الحفاظ. الآن يجرونهم في وجهة نظري يذهبون بسرعة إلى الأمام من أجل الحفاظ على بعض المكتسبات السياسية المشاركة في الحكومة والسلطة، هذا ما يبحثون عنه الآن، لأنهم يدركون أن الحرب إذا استمرت لن يستفيدوا منها ولن يستفيدوا، لأن الشعب اليمني كما قلت لن يقبل بسلطة الميليشيا والانقلاب في اليمن. لكن التفاصيل هي الأهم من ذلك في طيب وجهة نظري. للحديث عن تفاصيل أستاذ إبراهيم، دعني أعود إلى الأستاذ عبد الله العليمي نائب مدير مكتب الرئاسة. سيد عبد الله، إذا ما تحدثنا الآن على أن الحكومة ستذهب إلى هذه المفاوضات المقبلة بعد وقف إطلاق النار في 10 أبريل والمفاوضات في 18 من ذات الشهر، هل سيكون الوفد هو نفسه هو ذاته؟ هل بدأ الحديث يعني في ما بين الرئيس هادي وما بين مستشاري والوفد التفاوضي السابق حول من سيمثل الحكومة الشرعية في هذه المفاوضات؟ فريق المشاورات يعكس الآن على إعداد تصورات تفصيلية لكل بند من بنود قرار مجلس الأمن لتنفيذها، وهو إلى هذه اللحظة الفريق هو نفس الفريق الذي تم تشكيله سابقا، ولكل حادث حديث عند انطلاق المشاورات. طيب إذا ما تحدثنا الآن عن أحد النقاط المهمة التي تحدث عنها ولد الشيخ على أن هناك ركائز أساسية للمفاوضات هي 3: المبادرة الخليجية، مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وكذلك أخيرا القرار الأممي 2216. هل يمكن اعتبار ذلك كنصر سياسي للشرعية اليمنية في حين أنها يعني لا زالت كل المفاوضات تجري في إطار القرارات التي أخذتها الشرعية ضد الإنقلابيين؟ هناك لبس ينبغي توضيحه. نحن ذهبنا في جنيف 2 في ديسمبر 2015 وفق هذه المرجعيات، ليس هناك جديد. الحكومة الشرعية لن تذهب مطلقا إلا وفق هذه المرجعيات، فليس هذا الأمر جديد الآن. نحن ذهبنا في ديسمبر 2015 وفق هذه المرجعيات 3 التي لا يمكن أن يتنازل الشعب اليمني عنها. باتت هذه المرجعيات هي المخرج الآمن والسليم والصحيح للشعب اليمني من هذا الوضع الذي هم فيه، وبالتالي هذه المرجعيات مرجعيات أساسية. لن يخرج أي حل قادم عن هذه المرجعيات، لن يخرج أي تفاهم قادم عن هذه المرجعيات، لن يخرج أي تنسيق قادم عن استحقاقات هذه المرجعيات. طيب إذن هي نفس ذات الأجندة أفهم منك، والآن متمثلة ب يعني إسقاط الانقلاب واستعادة الدولة. ما الجديد في هذه المفاوضات إذن إذا ما اختلفت الوسائل؟ بكل وضوح هذا هو الهدف الحقيقي من أي مشاورات قادمة بكل طيب وضوح. يعني ولد الشيخ سيد عبد الله هو تحدث على أن الانقلابيين وافقوا على القرار على تنفيذ القرار 2216 منذ أغسطس الماضي، ما هو الجديد الآن؟ نحن لسنا في صدد أن ننقل موافقة الانقلابيين، الموافقة سابقة، نحن لم نذهب سابقا إلا وفق موافقة حقيقية. نحن الآن بصدد تنفيذ، نحن ذاهبون لوضع آلية للتنفيذ وليس للاعتراف والقبول. هذه المسألة قد تم حسمها سابقا، لأننا لا يمكن أن نذهب سابقا ولا لاحقا إلا وفق هذا القرار والمرجعيات، وبالتالي الآن نحن ذاهبون لتنفيذ قرار مجلس الأمن وفقط.
طيب هل لديكم آلية سيد عبد الله حول آلية تنفيذية تضمن عدم التفاف الحوثيين والانقلابيين بشكل عام حول قرارات مجلس الأمن والمرتكزات الأساسية للمفاوضات؟ الحكومة اليمنية وفريق المشاورات لديه تصورات واضحة وجلية لتنفيذ نقاط القرار. نعم. وهل هناك أي يعني هو تحدث ولد الشيخ عن أن إجراءات بناء الثقة ليست كإجراءات اتفاقية، هل ستصمد هذه الإجراءات كأحدى مبادرات حسن النية التي تتطلبها الحكومة أو تريدها الحكومة للدخول في المفاوضات القادمة من حيث فك الحصار عن تعز بشكل كامل وكذلك الإفراج عن المعتقلين السياسيين؟ المنطق والعقل يقول هذا. أشكرك شكرا جزيلا السيد عبد الله العليمي نائب مدير مكتب الرئاسة، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. إذن أعود مشاهدينا الكرام إلى سيد إبراهيم القاطبي المحلل السياسي والناشط معنا عبر السكايب من نيويورك. سيد إبراهيم، هل من تعقيب على حديث الأستاذ عبد الله العليمي؟ أعتقد أنه التعقيب هو أنه الموقف الإيجابي من قبل الحكومة اليمنية والشرعية أنه موقف ثابت وهو تطبيق مخرجات الحوار الوطني، تطبيق القرارات الشرعية الدولية وسحب الميليشيات وأسلحتها من المدن، وهذا هو القرار الذي يجب أن ترتكز عليه أي القرارات التي يجب أن ترتكز عليها أي مفاوضات. نحن الحديث عن المفاوضات هو سهل جدا، يجب التطبيق. نحن الآن كما قال هو عن التنفيذ، إذا لم يكن هناك آلية تنفيذ ويعني هناك زمن أو مدة زمنية محددة للتنفيذ، لأنه باستطاعة الحوثيين الدخول في حوارات ومن ثم الاختلاف حول التنفيذ والمدة الزمنية الذي ينفذون بها. نحن نتكلم عن الأسرى وعن القتلى، هناك أكثر من 5000 أسير سياسي وأكثر من 2000 معتقل من النشطاء ومعتقلين صحفيين. نحن نتكلم على، إذا تكلمنا على تطبيق هذا، نحن بحاجة إلى 10 سنوات إلى الإفراج عن المعتقلين. يجب الإفراج عن المعتقلين دون مفاوضات، هناك أساسيات يجب تنفيذها بدون حتى الدخول في آلية تنفيذية، مثلا الانسحاب من تعز، إطلاق سراح المعتقلين الذي تم اختطافهم من المدن والشوارع، وقف إطلاق النار. هذه الأشياء لا تحتاج إلى فترة زمنية أو عملية انتقالية. سحب السلاح، هذا يجب أن يكون هناك مؤسسات دولة. متى ستقوم الدولة بإساعدة مؤسساتها؟ هذا سؤال بحد ذاته. هناك أسئلة كثيرة، يعني نحن نتكلم على فترة زمنية، ويجب أن لا يمرر هذا فقط من انتقال إلى من جرم إلى جرم آخر. يجب على الحوثيين وصالح أن يسلموا كل ما بحوزتهم من أسلحة في قبل حتى إذا أفهم منك أستاذ إبراهيم أن هناك يعني سنواجه أو ستواجه اليمن خلل في الآلية التنفيذية للاتفاق المتوقع أو الاتفاقات أو البنود المتوقعة من نتائج هذه المفاوضات؟ طبعا، وهذا يجب أن المعادلة العسكرية أن تستمر، ويجب أن يحاصروا هؤلاء المجرمين والقتلة. لا نثق بهم، نحن نعرفهم من 2011 من أيام انطلاق الثورة السلمية، مخرجات الحوار الوطني، الانقلاب على مخرجات الحوار الوطني، حتى الانقلاب على اتفاقية السلم والشراكة التي هندسوا لها وقاموا بوضعها. هؤلاء ليس لهم ثقة وليس لهم أمان. من يقتل الشعب اليمني يا أخي، ومن يدمر المدن، ومن يقطع الماء والكهرباء والعلاج والأكسجين، هؤلاء ليس لهم أمان ولا نثق بهم مطلقا. هؤلاء يجب أن يجلبوا إلى المحاكمات آخر اليوم بغض النظر عن الحل السياسي والاستعادة مؤسسة الدولة. هؤلاء مجرمون، يجب أن لا يمروا مرور الكرام. طيب كيف يمكن ذلك أستاذ إبراهيم؟ هل نحتاج لجمعيات مدنية أو شعبية ضاغطة تقف بجانب الحكومة الشرعية في هذا الوقت لزيادة الضغط على الانقلابيين؟ طبعا بلا شك، نحن بحاجة إلى إعلام دولي، ونحن بحاجة إلى المنظمات المجتمع المدني والإعلامي كل المؤسسات بالدعم في هذا الاتجاه وإنهاء هذا الانقلاب الفاشي. كما تعرف الانقلابيين استغلوا حتى السفارة اليمنية في الخارج، استغلوا الإعلام الخارجي لمعرفتهم به وللأموال الذي كانوا يضخون بهذا الاتجاه. استخدموا صحفيين من ينتموا إلى ميليشيات من الناحية الأسرية والسياسية،
وحتى المالية استخدموا ناس في الخارج من أجل التركيز فقط على الضربات الخليجية أو الضربات التحالف في اليمن، وحولوا المسألة إلى ضرب يعني سعودي على بلد فقير كاليمن. هذا ما يتم الحديث عنه في الإعلام الخارجي. الحراك الشعبي لا بد منه، لن يتم هناك تنفيذ أي قرارات ولا تحرك على الأرض ولا تنفيذ لمخرجات الحوار الوطني إن لم يكن هناك حراك شعبي متواصل بالضغط على الإنقلابين وعلى الحكومة في نفس الوقت. دعنا نكمل النقاش في هذه الحلقة، لكن قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير. أرجو من السادة المشاهدين أن يتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أعود إلى ضيفي من نيويورك المحلل السياسي والناشط الحقوقي الأستاذ إبراهيم القاطبي. أستاذ إبراهيم، إذا ما تحدثنا عن لقاء الرئيس هادي بسفراء الدول 18، كيف تابعت هذا اللقاء؟ اللقاء كان مهم جدا، وهذا دليل على أن المجتمع الدولي ما زال يدعم الحكومة الشرعية وما زال يقف بجانبها. ربما هناك تطورات أخرى يعني من ناحية الدعم الاقتصاد اليمني، ومن ثم إذا تم تنفيذ هذا ما سيقر في المحادثة القادمة من أجل ما بعد تنفيذ هذه القرارات. كما قلت هذا شيء إيجابي، دليل على أن المجتمع الدولي ما زال يتابع ويدعم الشرعية في اليمن، وهذا كانت رسالة واضحة للإنقلابيين ولكل من يحاولون الانقلاب على الشرعية في اليمن. فأعتقد أنه مهم جدا. الذي السيء الذي أتى في ذلك الحديث هو حديث الرئيس هادي على أن المبعوث الأممي أبلغه بأن الحوثيين أو الميليشيات موافقة على تنفيذ القرارات المجلس الأمن الدولي، وأنا كان باعتقادي أن يبتعد الرئيس عن هذا الحديث لأنه ليس متحدثا باسم الميليشيات ولا الحوثي، فليدع ولد الشيخ أن ينطق ذلك وأن يتحدث عن ما ينقله عن الحوثيين وصالح. هذا شيء مهم جدا، يجب أن لا يدخل الرئيس في مثل هكذا كلام لأنه يضر بالشرعية ويضر بما يدافع عنه اليمنيون على أرض الواقع. الأهم في كل هذا أنه إذا تم تنفيذ ما تطرق إليه اليوم ولد الشيخ المبعوث الأممي إلى اليمن، الرسالة الأهم من ذلك أن الأشخاص الذين أو ما زالوا يدافعون على ميليشيات الحوثي وصالح والذين التحقوا بالجبهات القتالية والأطفال الذين زجوا بهم، أن يدركوا تماما أن تلك الميليشيات التي دمرت اليمن وعبثت بها ودمرت النسيج الاجتماعي اليمني وحاصرت المدن، ها هي اليوم تعود من جديد للموافقة على قرارات مجلس الأمن وعلى مخرجات الحوار الوطني وعلى كل الأساسيات. ما هي الرسائل التي يعني تستقبل من هكذا موقف أستاذ إبراهيم؟ تفضل، لم أسمعك. ما هي الرسائل التي يعني تلخص من هذا الموقف الذي تتحدث عنه الآن؟ أن كل ما قاله المجرمون متمثلين بالمخلوع صالح والحوثيون بأنهم يحاربوا العدو الأمريكي أو الاستكبار العالمي وأنهم يريدون تحرير اليمن من معرف الإسرائيليين وغيرهم، ها هم اليوم يعودون إلى نفس النقاط الذي طالب بهم الشعب اليمني سلميا، وهو تسليم السلاح والانخراط في العمل السياسي وتجنيب اليمن الحرب والتدمير. إذا رجعوا إلى هذه النقطة يجب أن يعرف الجميع بما فيهم الحوثيون أن هؤلاء المجرمون وأمراء الحرب فقط قادونا إلى الدمار وإلى القتل، ويجب أن يحاسب. طيب، في هذه النقطة تحديدا أستاذ إبراهيم، يعني لربما التجربة السياسية الوحيدة التي خاضها الحوثيون هي كانت مشاركتهم في مؤتمر الحوار الوطني الذي في الأخير انقلبوا عليه بشكل أو بآخر. يعني كيف يمكن ضمان التزام ميليشيات من هذا النوع بأي عملية سياسية، وما هي إجراءات التي تريد يعني تريدها الحكومة الشرعية أو الطرف الشرعي الذي يمثل الشرعية لبناء ثقة على هذا النحو؟ هو كما ذكر ولد الشيخ في مؤتمره الصحفي، وهو الانسحاب من المدن وتسليم السلاح. يجب أن لا ندخل في أي حكومة وحدة وطنية أو أي حكومة يكون فيها الانقلابيون والحوثة إلا إذا نزع السلاح منهم.
نعم. وهذا هو الأهم. طيب إذا ما يعني تحدثنا عن أنه يعني من خلال متابعتك لما دار في اللقاء رقاء الرئيس هادي أقصد مع سفراء الدول الثمانية عشر، هل من مؤشرات واضحة قد يلتزم فيها الحوثيون أو أي نقاط يمكن أن يعني نقاط يبادلوا فيها أو يفاوضوا عبرها لي يعني تجنيب البلاد المزيد من الخسائر على المستوى البشري والمادي، وكذلك تجنيب البلاد دخول معركة عسكرية قد يعني لا تبقي على ما بقي أصلا؟ لا يوجد أي مؤشرات من قبل الحوثيين والمقلوع صالح. كما تعرف القتل ما زال مستمرا في تعز وفي البيضاء وفي شبوة وفي كل ربوع اليمن، أينما وجد الحوثيين وصالح وجد القتل. لا يوجد أي بوادر، البادرة الوحيدة التي وجدت هي يعني عدم الخوض في المعارك على الحدود اليمنية السعودية، وذلك يعني حاولت استقطاب التحالف العربي والسعودية من أجل التعامل مع الحوثيين وصالح ودمجهم بأي حكومة جديدة، وهذا أعتقد ما يحاولون الذهاب إليه، وهو فتح طريق نعم أستاذ إبراهيم. طيب إذا ما تحدثنا عن أن يعني هناك حاجة لجلب جماهير من قبل معسكر الميليشيا، يعني هناك الكثير من يطرحون على أن الانقلابيين لديهم في الأخير من يستمعون إليهم، خاصة أن هناك الكثير من التعتيم الإعلامي في المدن التي يسيطرون عليها. كيف يمكن التعويل على حراك شعبي بداخل هذه المدن التي يسيطر عليها الانقلابيون كسلطة انقلاب وتعمل على زعزعة الأرض التي يعني يتكئون عليها؟ الحكومة مقصرة في هذا الموقف، يجب توصيل الرسائل بكل معنى الكلمة من خلال حتى القبائل. هناك مدن لا يوجد فيها الفيسبوك، لا يوجد فيها شبكات التواصل الاجتماعي، وربما تمرير كل ما يجب معرفته من خلال أشخاص أو من خلال المسافرين أو من خلال أبناء المنطقة الذين لديهم تواصل مع العالم الخارجي. أعتقد أنه الطوق صنع الآن ينتفض كما تعرف في نهم وفي الجوف وفي مناطق أخرى، لن يستمر هؤلاء في محاصرة المدن. أنا في وجهة نظري عندما يدرك اليمنيون الجزء اليمني الذي يتبع للميليشيات الحوثي وصالح فإن كل ما أنضم وراءه كان مجرد دمارا لليمن، وكان مجرد يعني فقط أشخاص أو أسر أو منطقة كانت تريد أن تستحوذ على القرار السياسي والثروة في اليمن والانقضاض على الحكم في اليمن، سيدركون تماما أن هؤلاء ليسوا مجرد إلا مجرمين وقتلوا، ويجب على الانتفاض ضدهم حتى في المناطق التي يسيطرون عليها أو لهم أتباع كثر. أنا في وجهة نظري كما تعرف المشكلة في اليمن هي أصلا مشكلة مركزية، طوق صنعاء هو الأشخاص الذين يحصرون العاصمة وكل ما يوجد لديها من مركز القرار والسلطة والثروة، هم من يقررون على جميع أبناء اليمن ومن يستحوذون على كل المسألة. مسألة لا مركزية في اليمن، هو مسألة الحوار الوطني والمخرجات التي أتت بها لإنهاء المركزية الشديدة وبناء فيدرالية حيث تتقاسم السلطة والمال بين أبناء كل اليمن من شرقه إلى غربه. نحن نعرف جيدا الآن أن كثير من المناطق اليمنية والأقاليم قد خرجت عن سيطرة المركز، فيجب على من زالوا يتبعون ميليشيات الحوثي وصالح أن يدركوا كون أن اليمن الجديد قادم، وأن الأقاليم قد بدأت تتبلور في هذه المعارك. أصلا ما يحدث اليوم هو جزء منه تدشين لمخرجات حوار الوطني. اليمن الآن في كل ربوعه ومحافظاته لا يقبلون الميليشيات، لا يقبلون الحكم من منطقة واحدة أو من مركز واحد. نحن بحاجة إلى بناء الفيدرالية اليمنية التي تقدم الخدمات إلى مستوى القرية والمحافظة، وأن ينعم كل اليمنيون بكل بمختلف مشاربهم وكل المناطق، وأن يكون لهم الحق في الحكم وتوزيع السلطة والثروة يعني ولربما هي هذه الأوقات هي فرصة لبداية يعني تفعيل الدولة الفيدرالية التي نصت عليها مخرجات الحوار الوطني، والتي يعمل أو عمل مؤتمر الحوار على الخروج برؤية لمسودة دستور تكفل لجميع اليمنيين حق المساواة بين جميع اليمنيين ودولة مدنية
مدنية للجميع. لكن أستاذ إبراهيم، في هذه النقاط تحديدا وبعد اجتماع الرئيس هادي مع سفراء الدول الـ18 وكذلك المؤتمر الصحفي لإسماعيل ولد الشيخ، يعني هناك نلاحظ دعم واسع خاصة من الناحية الدولية للرئيس هادي، هناك شرعية متفق عليها من جميع الدول سواء الإقليمية أو العالمية الكبرى. ما الذي ينقص الرئيس هادي للمزيد من التحركات السياسية الفاعلة على الأرض؟ هذه هي المشكلة، يجب تفعيل اللجان الشعبية، يجب تفعيل الحراك الوطني على الـ على الـ على الـ هناك ملفات معقدة اصلا في اليمن، هناك من يخاف من تحرير بعض المدن ومن ثم دخول الميليشيات او القاعدة اليها، هناك من له حسابات مناطقية حتى من داخل السلطة بانه في حالة يعني تصدر المشهد السياسي اناس من مناطق مختلفة لم يكونوا لهم في الباع السياسي سابقا. هناك يعني المسألة اليمنية معقدة جدا من ناحية انه هناك اشخاص ما زالوا داخل السلطة يفكرون بابقاء المركز كما هو لانه ستذهب عنهم الاموال والثروة والحكم. ينقص الهادي هو التغيير الذي يجب أن يكون على كل المستويات وفي كل المراكز، يجب أن يكون هناك مهنيين في هرم السلطة من يحبون بناء اليمن وبناء الدولة الجديدة. هذه ينقصه الإعلام الحقيقي والتحركات على الأرض وتحرير المناطق يعني الدخول في بناء المناطق المحررة. أنا المشكلة التي ما زالت في اليمن، التعيينات التي تحصل عادة في الحكومة تأتي لأن الشخص من المنطقة هذه أو يتبع الفريق هذا، وليس مبنية على مهنية وعلى أسس علمية من أجل بالانتقال إلى اليمن الجديد. هذه هي المشكلة في السلطة، ولا يعني التعيينات التي تتم دائما ليست التعيينات التي ينظر إليها اليمنيون بأنها تعيينات من أجل التغيير، أحيانا تكون تعيينات من أجل استحواذ أو جلب ذلك الطرف على الآخر، أو من على سبيل المثال في الجنوب كل التعيينات أتت من الحراك الجنوبي وهذا شيء طيب وإيجابي، ولكنه لا يجب أن تكون التعيينات كلها لسبب استرضاء طرف على آخر. يجب أن نتحول الآن. نعم أستاذ إبراهيم، أعتقد في وجهة نظري الحرب كانت فرصة حقيقية للشروع يعني تقسيم اليمن أو استعادة القوة من المركز على مستوى المحافظات وبناءها على هذا الأساس. لا يجب أن يكون الحرب فقط صفقات سياسية، يجب أن يكون واقع عملي ملموس على المستوى المحلي، وأن يبدو الناس باستعادة حقوقهم في تعيين مدراء مديريات. ربما كنت تقصدون تهيئة الأرض للفيدرالية اليمنية التي من المنتظر أن تتم. أستاذ إبراهيم، دعنا نرحب الآن بالصحفي غمدان اليوسفي معنا عبر الهاتف من جنيف. مساء الخير أستاذ غمدان. اهلا وسهلا فلور. استاذ غمدان، كان هناك اليوم مؤتمر صحفي لاسماعيل ولد الشيخ احمد المبعوث الاممي الخاص لليمن، وكذلك كان هناك لقاء للرئيس هادي مع سفراء الدول الـ18 الداعمه للمبادره الخليجيه والداعمه لليمن بشكل عام. اذا ما تحدثنا الان عن المشهد السياسي في اطار مفاوضات مرتقبه ومتوقعه في 18 من شهر ابريل المقبل، كيف تجد هذا المشهد؟ أولاً بالنسبة لهذا المشهد السياسي الذي يفترض أن يذهب إلى محادثات تم الإعلان عنها الآن وعبر ولد الشيخ وليس عبر الصوفيين أنفسهم كما ورد في التصريحات من قبل ولد الشيخ أنه يعني أنهم يقبلون بتطبيق القرار الأممي. أعتقد أن تطبيق القرار الأممي ليس مجرد إعلانات أو تصريحات ينقلها مبعوث أممي بقدر ما هي أساساً تطبيقات سياسية على الواقع على الميدان، على يعني هم يستنيتون الآن في الجبهات للذهاب إلى المفاوضات، وهم يمسكون بأكبر قدر ممكن من هذه الجبهات التي تتساقط فيهم وراء آخر بيهم، خصوصا فيما يتعلق في محافظة صعيد. يعني نحن نتحدث عن يعني منطقة أو جبهة من الجبهات سقطت في قبل كم يوم ثم عادوا واستماتوا لكي يستعيدوا هذه المنطقة، وذلك يعني
يعبر عن مدى استماتتهم للحصول على نقطة يستطيعون من خلاله الضغط أو التفاوض من خلاله هذه المناطق. طيب أستاذ غمدان، يعني خلال حديثي ولد الشيخ كان بدأ متفائلا بالوصول إلى نتائج هذه المرة، هل من مؤشرات تدفع إلى الاعتقاد بتفاؤل ولد الشيخ بنفس الوقت؟ ربما لما أسمع السؤال جيدا أستاذ غمدان، كنت أتحدث على أن يعني كان من الملاحظ على حديث ولد الشيخ في المؤتمر الصحفي أن هناك تفاؤل بنجاح هذه المفاوضات المقبلة أو المرتقبة، هل هناك ما يدفع إلى الظن بتفاؤل ولد الشيخ أو بصدقية هذا التفاؤل؟ لا أعرف ما هو ما معنى النجاح في المفاوضات، سواء في الحديث من قبل ولد الشيخ أو من قبل حتى الحكومة ذاتها أو حتى من رئيس الجمهورية، في حين يعني كانت أعتقد أن المواقف التي تمسكت بها الحكومة وغيرها في اثنين كانت هي تلك المواقف التي متعلقة بالمسألة الإنسانية وليس بالمسألة السياسية، المسألة الإنسانية المرتبطة ب يعني إطلاق سراح المعتقلين، وكذلك فك الحصار عن المدن أو المدينة أو محافظة الطائف تحديدا. يعني فهل الذهاب إلى مفاوضة جديدة سواء في الكويت أو في غيرها مرتبط بهذه البنود التي تبني ثقة للتفاوض المستقبل القريب في المشهد السياسي اليمني، أم فقط مجرد يعني وصول إلى مرحلة القناعة أن الحرب لم تبني شيئا جديدا في اليمن سواء في تعز أو غيرها؟ إذا نحن أمام مشهد لا زال ثابتا عند مكانه حتى هذه اللحظة. يعني هو المشهد بشكل عام أستاذ غمدان مترابط ما بين التقدم العسكري على الأرض وما بين تقديم أي طرف أو آخر للتنازلات السياسية. الآن إذا ما شاهدنا أن هناك تقدم للمقاومة في مأرب، هناك تقدم للمقاومة في شبوة وكذلك الجوف، وهناك مواجهات محتدمة في تعز في الكثير من النقاط، هل يدفع ذلك الميليشيا إلى تقديم تنازلات سياسية برأيك؟ يعني حتى مفردة التنازلات السياسية في هذه الآونة، يعني نحن نتحدث عن شعب يمني خالص ليس له علاقة بكل هذه التصانيف، يعني أن يتم فك الحصار عن مدينة من المدن سواء بالقوة أو بغير القوة، هذا يعني أنه إن تم فك يعني هذه المعابر لدخول المساعدات الإنسانية فهي تعني دخول المساعدات اليمنيين أنفسهم. فإذا لمن نقدم تنازلاتنا إذا كان الحوثيون قد ذهبوا مع في الحدود مع المملكة العربية السعودية ووصلوا إلى مرحلة أنهم يساعدون في نزع الألقام؟ إذا هل الشعب اليمني هو العدو الأساسي الذي يتم التفاوض حوله في هذه المرحلة؟ يعني في النهاية مدينة تعز ليست داعشية كما يعني يقول الحوثيون، ربما وصلت المرحلة من الخلافات بينهم وبين يعني أهداف الرئيس السابق عبد الله طالع، أنا أتحدث عن أهدافه عن شخص يعني أهداف هذا الرجل، وصل إلى مرحلة يعني فك المدن، يعني أصبح أمر واقع وليس أمر واقع مطلبي وليس مجرد مسألة تفاوض. إذن كنا في مرحلة جنيف 2 نتفاوض عن هذا الأمر، لكن في هذه المرحلة أصبح الموضوع أمر واقع، يعني قد تسقط يعني نقطة الضباب يوم وتستعيدها المقاومة يوم آخر وسيدر الأمر في هذا السياق. إذا لم تعد من نقطة التفاوض بقدر ما هي يعني إحدى جوانب الإشكالية الإنسانية الأخلاقية التي يعني تقوم بحجمها هذه الجماعة، يعني أن تقوم بالتفاوض حول المنطقة لم تعد ورقة. محافظة تعز حتى هذه اللحظة ربما لم تعد ورقة لأن الحصار كسر والمقاومة أثبتت أنها يوم وراء آخر تتقوى وأنها لن تسلم أساسا هذه المدينة بهذه الطريقة التي تريد بهذه الميليشيا. إذا يعني هذه الورقة ستسقط تلقائيا مع الأيام، وبالتالي التفاوض قبل سقوطها يعطي النوع من القوة للحوثيين بقدر ما يعطي أيضا يعني روح معنوية جديدة للمقاومة التي استطاعت إيصال الحوثيين إلى هذه المرحلة. أشكرك شكرا جزيلا الصحفي غمدان اليوسفي، كنت معنا عبر الهاتف من جنيف. وأعود إلى الأستاذ إبراهيم القاطبي المحلل السياسي والناشط الحقوقي من نيويورك بسؤال أخير. أستاذ
إبراهيم، يعني إذا ما تحدثنا عن يعني تحدث الأستاذ غمدان على أن محافظة تعز لم تعد ورقة يمكن العمل عليها، يعني بعد التقدم المقاومة وقدرة المقاومة على حسم هذه الورقة بشكل أو بآخر بعيد أو بمعزل عن الدعم بشكل عام وكذلك عن الأوراق السياسية الأخرى. الآن إذا ما تحدثنا عن علاقة التحركات الميدانية للمقاومة والجيش الوطني على ما يدور في أروقة السياسة بشكل عام، كيف تقيم ذلك؟ أنا في وجهة نظري أن الجبهات كلها بالنسبة للقوى المقاومة والجيش الوطني الرسمي الذي يكون يعني في محافظة مأرب ومحافظة أخرى لا يوجد هناك تقدم حقيقي، يبدو أن هناك نوع من الخط الأحمر أو الإشارة الحمراء بعدم التقدم وتحرير المناطق وبالذات طوق صنعاء. كما تعرف جبهة نهم لم تعد هناك وقوف تام كامل، جبهات أخرى في دمت وفي مريس، ولن يكون هناك أي تقدم. حتى عندما تحرر أحد أجزاء المحافظة تعز لم يكن هناك أي إسناد من قبل الجيش الوطني، هناك نوع ما من التوقف. نعم. المدروس أو يعني المفروض من قبل الحكومة وقوى التحالف، لا ندري لماذا، هناك حديث حول استنزافات، هناك حديث عن عدم مثلا عدم تكرار السيناريو الذي وجد في عدم في محافظة تعز، ولكن كل هذا لا يبرر كل الأعذار التي تقوم بها الحكومة والتحالف حول تحرير تعز. كما تعلم الحوثيين وصالح الآن يودون العودة إلى تعز من أجل استخدامها ورقة في أي محافظات في أي مفاوضات قادمة. إذا لم يكن لديهم أي أوراق مثل هذه الأوراق فعلى ماذا سيتفاوضون؟ هم يريدون البقاء في بعض في بعض الجبهات والذات المهمة منها من أجل المقايضة في المفاوضات. نعم، أشكرك شكرا جزيلا المحلل السياسي والناشط الحقوقي الأستاذ إبراهيم القعطبي، وكذلك هو شكر موصول لجميع المشاهدين الكرام على حسن المتابعة، إذ وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. في ختامها مشاهدينا الكرام تقبلوا تحياتي أنا وجيه سمان وتحيات منتج الحلقة الأستاذ منصور النقاش وكذلك معد الحلقة محمد المقبلي. إلى حين الملتقى دمتم والوطن بألف خير. إلى اللقاء.